تتقدم مراحل الحسم في منافسات كأس آسيا 2024، والآن بات الكل يتطلع إلى معرفة من يكون في النهائي بالبطولة بعد انتهاء المربع الذهبي. ونجحت منتخبات الأردن وإيران وكوريا الجنوبية وقطر في الوصول إلى المربع. مباريات كأس آسيا 2024 نصف نهائي. يشهد نصف نهائي كأس آسيا مواجهتين من العيار الثقيل، حيث يواجه منتخب النشام نظيره الكوري يوم الثلاثاء القادم 6 فبراير في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت مكة، وقطر والخامسة بتوقيت مصر على ملعب أحمد بن علي. بينما يلتقي منتخب العنابي مع المنتخب الإيراني في 7 فبراير 2024 على استاد الثمامة في تمام 6:00 مساء بتوقيت السعودية وقطر، والخامسة بتوقيت مصر لتحديد المنتخبات المتأهلة رسميا لنهائي كأس آسيا 2024. والقنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا 2024. هناك العديد من القنوات التي تبث مباريات كأس آسيا 2024 مباشرة خلال الدور نصف النهائي. قناة أوسي 1، قناة بين سبورت آسيا، قناة الكأس أكسترا 1، قناة الكأس أكسترا 2، قناة الرابعة العراقية، قناة أبو ظبي.